النمسا تمنع دعوة الاتحاد الأوروبي وقف إطلاق النار في غزة. خبراء الاقتصاد يتوقعون ركود في النمسا لعام 2024. النمسا تعيد 76 مهاجرا من سوريا وأفغانستان إلى بلغاريا. ÖBB تطلب 19 قطارا جديدا يسير بسرعة 230 كيلومتر بالساعة. واتهام أحد متاجر بيلا في فيينا بالتمييز ضد المحجبات. وأخيرا دراسة تكشف أن السجائر الإلكترونية لا تختلف عن العادية. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. قال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاردكارا أن النمسا وجمهورية التشيك يحولان دون دعوة الاتحاد الأوروبي لوقف إطلاق النار في غزة بين حماس وإسرائيل. وأعرب فاردكارا عن أمله في إقناعهم بالموافقة، وطالب المستشار النمساوي الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بالعنف الجنسي الذي مارسته حماس في إسرائيل، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي لدعم وقف إطلاق النار وإدانة سقوط الضحايا المدنيين. وفي الوقت نفسه لبى عددا من المسلمين دعوة لوزير الخارجية النمساوي لإفطار رمضاني للتعبير عن تعايش الأديان في النمسا. عدل معهد فيفو وإيها إس في النمسا توقعاتهم لعام 2024، متوقعين ركودا اقتصاديا بدلا من الانتعاش المتوقع. وتوقع فيفو نموا بنسبة 0.2%، بينما توقع إيها إس نموا بنسبة 0.5%. وتشمل أسباب التراجع ارتفاع أسعار الفائدة وضعف قطاع البناء والإنتاج الصناعي، في المقابل من المتوقع استقرار سوق العمل وانخفاض التضخم. وطالب المعهدان بخفض تكاليف العمل لزيادة الجاذبية للشركات، حيث تأثرت النمسا بإلغاء التصاعد البارد وزيادة معدلات الادخار في 2024. أعادت النمسا 76 مهاجرا من سوريا وأفغانستان إلى بلغاريا بموجب اتفاقية دبلن التي تفرض مسؤولية اللجوء على الدولة الأوروبية الأولى التي يصل المهاجرين إليها. وطالب وزير الداخلية النمساوي جيهارد كارنر في بروكسل أنه من الضروري والعاجل بدء محادثات حول موضوع إعادة النظر في الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على عمليات إعادة اللاجئين إلى سوريا وأفغانستان. وتعد بلغاريا محطة مهمة على طريق الهجرة من تركيا إلى دول غرب أوروبا، بينما تتهمها منظمات حقوقية بانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان. طلبت شركة السكك الحديدية النمساوية ÖBB 19 قطارا حديثا جديدا من طراز ريال جيت بعد مشاكل تقنية الشتاء الماضي، لتنطلق أولى الرحلات في 8 أبريل المقبل. وستطلب الشركة 27 مجموعة قطارات بتكلفة 405 مليون يورو من شركة سيمنز. وتوفر القطارات الجديدة تحسينات في الراحة والخصوصية، بالإضافة إلى تجهيزات عصرية وأماكن للشحن والدراجات وتحسين مطعم القطارات وشبكة الاتصالات والإنترنت، وتصل سرعته إلى 230 كيلومتر بالساعة ويتسع ل 532 راكبا. أثارت رسالة داخلية من فرع بيلا في فيينا ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب سياسة تمييزية. وأوضحت الرسالة عن حد أقصى لساعات العمل وأجر معين في أحد أحياء فيينا الراقية، مع استبعاد واضح للمحجبات من الوظيفة. وأثار هذا غضبا واسعا خلال اليوم العالمي لمكافحة العنصرية. وأكدت مجموعة ريفا التي تملك بيلا على إجراء تحقيق شامل، نافية وجود أي تمييز عنصرية ومؤكدة إعلانها عن حملة توظيف تتضمن محجبات.
كشفت دراسة جديدة عن تغيرات في الحمض النووي لمستخدمي السجائر الإلكترونية مشابهة لمدخني السجائر التقليدية تعرضهم لزيادة احتمال الإصابة بالسرطان. وأجرى الباحثون بقيادة الدكتورة كيارا هيرتسوغ من جامعة إنسبروك في النمسا دراسة تشير إلى تغيرات جينية كبيرة في الخلايا المبطنة للفم، وعلى الرغم من عدم تأكيد الدراسة لعلاقة مباشرة بين السجائر الإلكترونية والسرطان إلى أنها تشير إلى خطورتها، وشددت المؤسسة الممولة للدراسة على ضرورة إجراء دراسات إضافية لتحديد تأثيراتها الصحية على المدى الطويل. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، شكرا لحسن المتابعة، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.